يبقى شوف ابنك اللي ما ترباش. يا فندم انت عصبي ليه؟ اللي انكسر يتصلح. هو ايه اللي انكسر يا بني ادم انت؟ انا بنتي اشرف مش شرف. اما الفلق دماغنا ليه من الصبح وقرفنا يا عم انت؟ ما انت مسكت له من الصبح. الظاهر ان الكلام الواد دي مش هيجيب معاكم نتيجه. انا رايح الاسم وهعمل مذكره عدم تعرض. اسم؟ راح تعمل ايه في الاسم يا هندسه؟ حد يفضح بنته وسط الصلاه والمخبرين؟ انا ماناش رايح الاسم. الحمد لله. انا رايح لوزير الداخليه. استنى استنى، سمعت رايح لمين؟ اهدى سعادتك، اهدى اهدى ارجوك. انا مستعد امضي لك تعهد على نفسي ان الولد ده مش هيتعرض لبنتك ابدا. اتفضل. لا اتفضل. اتفضل يا فندم. تقول دخلت اوضتها؟ انا كنت بفكر زي حضرتك في الاول يا فندم، لحد ما عرفت البنت على حقيقتها. دي طلعت بنت طيبه وغلبانه. يا حبيبي ما تقولي ان قلبها قلب خصايا. عرفت منين يا فندم؟ بتقول ايه انت يا فندم؟ دي بنت ضحيه. تخيل ابوها بيخون امها مع موميمي. مين؟ موميمي. ياكش تولع هي وموميمي في لحظه واحده. ده ابوها راجل غبي، تلات ارباعه لسان ولسان زفر كمان. شفت؟ ما قدرتش حضرتك تستحمله ربع ساعه. تعمل ايه البنت بقى اللي عايشه معاني؟ ضحيه. بلاش كلام فارغ. انت راجلش ورايا ليه؟ انا وراك. ها؟ انا وراك يا فندم. انت نسيت انت جاي هنا ليه؟ يا فندم انا كنت هعرف خلاص بيجيب الطوابع دي منين؟ ليه ابوها دخل؟ احمد ربنا ان الراجل دخل في الوقت المناسب بدل ما كانت تعمل لك قضيه اثبات نسب. نسب؟ هاي بيسو. يلا يا وطي يا دوقتو. ايه ده ايه ده؟ ايه دول؟ ايه دول؟ دول زمايلي. زمايلي يا فندم. اه. نسب ايه بس يا فندم؟ احنا ما فيش بينا الا كل خير. ركز في شغلك. الراجل كان رايح يقابل وزير الداخليه، فاهم؟ فاهم فاهم يا فندم. النهارده العيال هيتجمعوا فقر ويضربوا فيه مخدرات. انا عندي احساس ان النهارده همسك خيط مهم في القضيه يا فندم. ياك تتكعبل فيه وتتكسر رقبتك. ما ده ده بقى خاله. انا مش خالك يا اخي. ايوه صح، انت قريب اختي، انا قريب اختك، قريبك انت. قريب. امشي امشي، ده هيشلني يا خال. بس من فضلك. دخل واحد صاحبي جوه. طب ايه باب المحفظه يا ياض؟ ما بشيلش محافظ. طب ايه العجاز ما وسعت القبايه؟ انتوا بقى عليكم عاملين دماغ واسخه، بس سمعت سوق فيها يا ياض. انت بتكلم ظابط. بقول لك ايه؟ انا بقى وزير الداخليه. تبان عليك هتبوظ الدماغ اللي احنا عاملينها. اقلب المحفظه لحسن غزك. ايه ده؟ انت معاه معاه ماتو بجد؟ ايه ده ظابط بجد يا هلا؟ الله ينور يا سعادة الباشا. أنا هعترف لك يا باشا، اتفضل. أدي المخدرات اللي كنت بحطها في دواليب العيال، هي دي الحاجات اللي كنت بسرقها منها. مبادئ إدارة أعمال، مقدمة في علم الإحصاء. إيه يا بنت، ده حرامية مثقفة؟ فين المخدرات؟ برضو يا باشا كتر خيرك، أنا كنت بذاكر فيهم. بذاكر فيهم؟ نبي انت شكلك لبط وهتتعبيني معاك يا عول. طب عشان تصدق ادي الكارنيه بتاعي، انا في كلية تجارة. الكارنيه ده مضروب. الله يسامحك يا باشا. انا بشتبك باهلك، بقولك الكارنيه مضروب، مالك؟ حضرتك عارف ان اقل كتاب من دول يجيب 50-60 جنيه، وانا هجيب منين يعني؟ بقولك ايه، انت هتقعدي تقولي لامي تعبانة وبجري على اخواتي، ما تجيلي من الاخر يا بت. يا باشا كل الحكاية ان انا بنت عندها طموح وبجري على اخواتي. تفتكر لازم تقبض عليا عشان عندي طموح يا باشا؟ طيب خلاص خلاص يا باشا، والله العظيم انا ما اقدر اجيب سيرة لحد، انا مش قد حضرتك. بص يا باشا، انا هساعدك بس مش عشان خايفة منك ولا عشان عايزة منك حاجة. انا هساعدك لان ده الصح. العيال ولاد الاغنياء دول اصلهم مش مقدرين النعمه اللي هم فيها، اللي غيرهم بيحلم بربعها. في حد شوعي في عليكم يا بت؟
اكلمها على الجامعه والمخدرات اللي فيها تقول لي محاضره في الحقد الطبقي. بقول لك يا بت انا مش عايز لماضه، من بكره تفتحي عينيكي في الجامعه دبت النمله توصلني. ربنا يسهل يا باشا. خد يا بت علي هنا. معاك فلوس؟ مستوره والحمد لله. طب هاتي 10 جنيه. بهزر معاك. خدي دول. برضو حضرتك مصمم تضايقني؟ ازاي؟ افتح ايدك افتح ايدك يا دماغ. استني هنا. ايه ده طابع؟ حطه هنا واربط دي. انا اصلي جاي مش عايز طابع. ولع جوينت. سيبك من ده. انت ماشي بضرب مخدرات. يبقى انت لسه زعلان من اللي عمله ابويا ده. انا اللي قلقت عليك. قلقت عليا انا ليه؟ يعني الموقف قدام الناس وابوك وامك يعني. لا الموقف ده عادي، الموقف ده بيتكرر كتير. انا واخده على كده. انا افتكرش اصلا ابويا بتيوم في البيت. انت عارفه بس يوم انا علاقتي بابويا كده مش زي علاقه ابو وبنته، بس كده احسن. خديني بخرج بعمل اللي انا عايزاه بشرب. طب وماما؟ ماما مالها ماما؟ دي ماما دي زي السكر. ماما دي انا وهي موبايلات على طول. تصحى من النوم تديني موبايل، تخش تنام تديني موبايل، وانا برضه بديها موبايلات يعني. وبعدين بقول لك انت هتطير شويه الدماغ اللي انا عاملاها. عندك حق. طب ولع لي. حاضر. اشربي اشربي الموت. ايه يا بسيوني واقف كده يعني ما بتضربش ولا انت عامل دماغ لفت؟ لفت؟ لا انا تقدر تقول يعني دماغ الطوابع والحاجات دي. دماغ فافي ما تنفعنيش. انا احب يا بيه اظبط دماغي كده في مكان خاص واجي لك فريش. دماغ بلدي. بلدي؟ الله يا بسيوني نفسي اجرب الدماغ البلدي دي. خلاص احنا بكره عندك. يا مايا حمزه دماغنا بكره عند بسيوني. يا ست استني. ولا انت رجعت في رايك؟ لا رجع ايه يا جماعه؟ اللي حصل بسيوني بكره عازمنا عنده على دماغ بلدي. بكره بلدي قشطه يا مان. بسيوني لا 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 خلاص مش هينفع. يلا نروح دلوقتي. يا ينفعش حاجه يا ستي بتقول لك بكره انت حاوله. معلش الزمن عندها ضغط يا عمي. يلا انت راجل يلا ركبتي وهو من هنا يلا هات من هنا. ده مش تقرير ظابط، ده تقرير اخصائي اجتماعي. الكلام ده تروح تقوله في هرس عتاب. يا فندم يا فندم اقرا التقرير بتمعن. قريته قريته. حبه حبيته من قلبك؟ حبيته يا فندم. اهو بحبك. مش بحبك. من قلبك بحبك. لا كده مش من قلبك. بحبك في ايه يا هالظابط؟ انا مالي وما ظروف العيال العائليه؟ انا هتبناهم؟ انا ما تهمني ظروفهم. انا كل اللي يهمني المخدرات. فين المخدرات يا هالظابط؟ فين المخدرات؟ اتفضل. ايه ده؟ اتفضل. يا نهارك اسود ومنيل، اللي انت شايله ده فرش؟ فرش فرش حشيش يا فندم. ماركه سيبها وخدها يوم السبت. نعم لو مش فاضي السبت خدها لحد امان يعني. شكلك هيحبسنا الاثنين الصبح. ايه ده يا فندم؟ ده اللي هيوصلنا طريق المخدرات. توليفه عاملها عند العطار كده. وعملت كده ليه؟ اللي ليه اتزنقت؟ العيال اتورطت معاهم يعني وعايزين يعملوا دماغ بلدي وعلى حسابي فتصرفت. انت اتجننت بقى؟ بدل ما تعرف العيال دي بيجيب المخدرات منين تشتغل لهم انت تاجر مخدرات؟ وبعدين العيال المدمنين دول هيأثر فيهم شغل العطارين اللي انت عامله الفالصه ده؟ يا فندم ده مفعوله كده. استنى مفعول ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ ايه؟ ده انا لافف لك جوينت الصباحه. مين؟ فلتر كرتون عريق اول ما تصحى.